بلا ما شاء الله. السلام عليكم عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، مرحبا بك في نواحي مدينة الجديدة. كان بعد 36 كيلومتر على جديدة، 90 كيلومتر على مدينة الدار البيضاء. كانت تواجدوا في هذا العرض هذا ديال الفيرما 3 القطارات قرب على الخدامة. هي هذه محفظة، فيها المنزل 140 متر، فيها 3 البيار، فيها الكرم والحامض، تربة صالحة للزراعة، ما شاء الله موقع ممتاز. بعيدة عزيزتي المشاهدة من القدرون فقط على واحد البيست 6 متر في العرض ب70 متر. الفرصادة ديالها ما شاء الله هي هذه أمامك. مرحبا بك في نواحي مدينة الجديدة، إقليم دكالة. هذه الفرصادة ديالها على البيست، المدخل هو هذاك من الجهة اليمنى على بركة الله. الحدود كما كيبانوا لكم حداكم الجيران، موقع استراتيجي. كانت تواجدوا جامعة سيدي حسن عبد الرحمن بير ببوش، نواحي مدينة الجديدة. الحدود من الجهة اليمنى من المدخل، دايرة كاملة بالشبكة والكرياج. فيها 3 البيار هاد الفيرما، فيها عدة أشجار ديال التين والحامض كما غتشوفوا معايا. المنزل عزيزي المشاهد 140 متر مصلوح، الحدود جات مربعة طالعة للفوق ودايرة كما غتشوفوا معايا. الحدود غندورو في هاد الفيرما هادي دقة دقة حتى تشوفوا الحدود ديالها، وندخل من بعد المنزل 140 متر. الأرض عزيزي المشاهد محفظة، جات في الكودية، منظر جميل منها على بركة الله. غنبداو لكم من الجهة اليمنى وندورو، عندنا 2 ديار هنا لتحت. عندنا الأول هو هذا، الثاني اللي هي أشجار كما كتشوف ديال التين ديال الكرم ما شاء الله اللي كتعطي تبارك الرحمن، والحامض كنصورو لكم في شهر 11. على بركة الله البيار عزيزي المشاهد بثلاثة فيهم الماء. خلينا المدخل لهي خلف ديالنا، غنطلعو جنب الكرياج 2 بيار كيبقاو على اليسار ديالنا. الكرم الحامض على اليسار، المنزل أمامنا 140 متر كاري، على مبني على مساحة ديال 3 القطارات قال 4000 متر. ما شاء الله جنان ديال الكرم والحامض. هاد الأشجار عزيزي المشاهد كتعطي الغلة الخير ما شاء الله، تربة جد ممتازة وصالحة للزراعة. معكم فاتي الأراضي بالفيرما، تواصلوا معي الأرقام الخاصة ب 0653 07 094، 06 73 42 61 91. كما قلت لكم هاد الفيرما ديال 3 القطارات المحفظة، بعيدة على الجيدة ب 36 كيلومتر، بعيدة على مدينة الدار البيضاء ب 90 كيلومتر، بعيدة على القدرون ب 70 متر. فيها المنزل 3 البيار، أشجار التين والحامض كما كتشوفوا أمامكم، جميلة جدا. البونت اللي فيها رخيفة ما بيناش، ولكن هي في موقع طالع، منظر جميل من هنا ما شاء الله. الحامض أيضا كيعطي كما غنصورو لكم. غندورو من الجهة اليمنى حول المنزل وندوزو الجهة اليسرى ونرجعو نشوفو المنزل من الداخل. المنزل هذا 140 متر مصلوح، قاد الجنان قدامه ديال الحامض والكرم. المدخل خليناه لتحت، الباب المدخل الاول هو هذا، وعندنا مخرج من الخلف ديال المنزل. خلف المنزل هو هذا، عندنا باب من هنا، الدروج ديال السطح، الضوء داخل هذه الفيرما كما كتشوف معايا عزيزي المشاهد. الحامض ما شاء الله، الحدود من الخلف هي هذه على قد الكرياج،
وهذا حتى السيبريلي مزيان غنخليوه على اليمن ديالنا ملي يكونوا طالعين. جا على اليمن الحامض ما شاء الله كيعطي تبارك الرحمن. عندنا الرمان ايضا البير الثالث هو هذا امامك الضو داخل ليها الحامض ما شاء الله شو قداش تبارك الرحمن. عندنا البير الثالث هو هذا بحدود على قد الكرياج هاد الفيرمه هذه ثلاثه قطارات عزيزتي المشاهده دايره بالكرياج ودايره بالسيبري موقع ممتاز. البير الثالث هو هذا مجهزه بالبوتاغوت عندك هاد المساحه كامله ديال المنزل وثلاثه البيار الحامض والكرم وعندك مساحه هنا من الجهه اليسرى من تحت من الفرصاده طالعه على لوغو سيبري وجايه هنا هذه مازال فارغه لزراعه القمح. هذه الارض صالحه لجميع الزراعات تقريبا يلا دابا على بركه الله غنمشيو ندخلوا المنزل. على بركة الله المنزل نشوفه من الداخل بسم الله منزل ما شاء الله مصلوح كما كتشوف معايا عزيزي المشاهد اتساع 140 متر لبنية فيه كوزينة كنلقاوها في الجهة اليمنى المدخل هو هذا المدخل الأول كوزينة مصلوحة جيب ساكك وسكن في هذه الفيرمه هذه. عندنا الشومبر الاولى دائما على الجهه اليمنى المنزل جاء الفوق دار مصلوحه معدنا ما نقولوا الباب اللي كيخرجنا خلف المنزل وكنطلعوا الدروج ديال السطح. عندنا صالون ثاني دونك هي عندنا جوج الغرف عندنا الغرفه الاولى هي هذه كبيره ما شاء الله كوزينه على اليمين غرفه ثانيه دار مصلوحه ما شاء الله ما عندنا ما نقولوا الموزيك في الارض. الجهه اليسرى عندنا الدوش تيسع هذا تواليت بلديه وعندنا هنا حمام كبير وعندنا دو صالون الصالون الاول كبير ما شاء الله دار مصلوحه هالباب الكبير اللي كيخرج لنا للدروج امامكم. عندنا صالون الجهه اليسرى صالون ثاني اذا الى دخلنا من هذا المدخل كنلقاو صالون على الجهه اليمنى صالون في الجهه اليسرى دار كبيرة 140 متر كنلقاو جوج الغرف كوزينة مرحاض تقليدي بلدي وعندنا الحمام الدوش كبير ما شاء الله وهذه هي الدخلة اللي دخلنا معاها دار 140 متر مصلوحة. دابا غنطلعو السطح بسم الله غنطلعو دابا السطح صورو حتى هو السطح راه فيه لا موزيك نقي اتساع ما شاء الله منطقة جميلة قدرون كيبان لكم راه بينه وبين هذه الفيرمة هذه 70 متر فقط
فرصادة هي هذيك. من هنا الحدود من جهة اليمنى كنظهر الدار ودايرة داخل لهاد الضو هاد الفيرما هادي كيما شفتو معايا دايرة بالسيبري والكرياج. هبطت لتحت زربية ما شاء الله نقية. الجنان هو هذا ديال الكرم والحامض. ثلاثة البيار عندنا الأول الثاني الثالث. الأرض محفظة عزيزي المشاهد. هذا الخير هذا ثلاثة الكتارات قربعة الخدامة محفظة. الدار خاصة لا ميزاجور بنية بالرخصة 140 متر فيها ثلاثة البيار الكرم الرمان والحامض. الثمن عزيزي المشاهد هو 186 مليون قابلة للتفاوض. إلى اللقاء والسلام عليكم.